من السطور لطائف النفحات تزكي النفوس بأعبق البركات تحيا العقول إذا أنار طريقها نور الهدى بروائع الكلمات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. الآية الشريفة التي تلوناها، الله عز وجل يقول: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الله عز وجل خلق هذا الكون وجعل كل شيء في هذا الكون على الأسس الصحيحة، لا يوجد شيء باطل، كله صحيح، كله حق. وإذا كان هناك شيء خطأ فإنما هو بسبب الإنسان نفسه، الإنسان هو الذي قد يفعل فعلا باطلا، وهذا الفعل الباطل يؤدي إلى نتيجة باطلة. فلا يوجد في هذا الكون الذي خلقه الله عز وجل شيء باطل، حتى الله عز وجل في القرآن يقول: المؤمنون يقولون هكذا ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا. هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية: من الأشياء والقوانين التي جعلها الله عز وجل في هذا الكون أن الشيء الصحيح بالنتيجة ينتصر. هذا من القوانين الكونية، ليس أمرا غيبيا، مثل ما الجاذبية قانون كوني، مو أمر غيبي. يعني هذا الشيء جعله الله في الكون الجاذبية، مثل ما النور مثلا يعطي الضياء، هذا قانون كوني، لا يمكن سلب الضياء من النور مثلا. وكما أن النار تعطي الحرارة، وهذا لا يمكن سلب الحرارة من النار إلا بمعجزة إرادة ربانية، ذاك بحث آخر. كذلك من القوانين الكونية أن الشيء الحق، الحق يعني الصحيح، الباطل يعني شيء غير الصحيح، هذا بالنتيجة سينتصر، مو أمر غيبي، لا، هذا قانون طبيعي الله جعله في الكون. نهاية الأمر، بعض الأحيان المراحل طويلة، بعض الأحيان مراحل قصيرة، بعض الأحيان الإنسان يبطئ هذه الحركة، بعض الأحيان يسرع هذه الحركة، لكن بالنتيجة القانون الكوني ينتصر، ولو الإنسان عارض هذا القانون الكوني. يمكن معارضته شوية يبطئ الأمر أو يأخره، لا أكثر من ذلك، أما بالنهاية وبالنتيجة القانون هو الذي ينتصر. ولذا نحن نشاهد كلما حاول الإنسان أن يغير أو يعارض قانونا من القوانين الموجودة في الكون، بالنتيجة هو الإنسان نفسه يتضرر. نعم، أقصى درجة في الإنسان أن يكتشف هذه القوانين ويطبق حياته على هذه القوانين. الآن هاي الاختراعات اللي نشوفها شنو هي؟ من الطائرة إلى الباخرة إلى السيارة، شنو هي؟
خبراء أو علماء مثلا في علم الهندسة أو أي شيء آخر يكتشفون القوانين الموجودة في هذا العالم، ثم يحاولون تطبيق اختراعاتهم على هذه القوانين. نكتشف قانون الجاذبية، ثم نحاول بعد أن اكتشفنا هذا القانون نخترع أشياء تلائم هذا القانون مثلا. هذه الحقيقة اللي احنا ذكرناها في هذه الآية، يعني الله عز وجل ذكرها في هذه الآية واحنا تلوناها، هو الذي أرسل رسوله بالهدى، الهداية، ودين الحق. دين يعني الطريقة، الحق يعني الصحيح، الطريقة الصحيحة، ليظهره على الدين كله. يظهره يعني يكون ظهور وغلبة لهذا الدين على كل الأديان. هذا مو أمر غيبي، صحيح بعض الأحيان الله عز وجل في هذا الكون يصنع المعجزات، لأن هاي القوانين هو الله عز وجل خلقها، ويمكن هذه القوانين يسلبها تأثيرها. يعني من أعطى الحرارة للنار؟ الله عز وجل في قضية إبراهيم يسلب الحرارة من النار. صحيح بعض الأمور غيبية، لكن هذا القانون مو غيبي. انتصار الحق ليس أمرا غيبيا، أمر طبيعي، ليظهره الظهور يعني الغلبة. في آية أخرى الله عز وجل حول المنافقين يذكر كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذم. يظهروا يعني يتغلبوا عليكم، ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يعني هذا المشرك الكافر يريد يعارض هذا القانون اللي الله عز وجل جعله في هذا الكون، يقدر؟ ما يقدر. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. ليظهره على الدين كله. ولذا احنا نشاهد الآن في عصرنا الحاضر الإسلام محارب من كل الجهات، الجهات الداخلية المتمثلة في المنافقين أو في الخوارج والسلفيين، وهابيين، تكفيريين، إيش ما تريدون عبروا عنهم، ومن الجهات الخارجية. أما الجهات الداخلية فهي التي تريد أن تنخر في الأساس وتعطي صورة مغلوطة عن الإسلام. أصلا هو منو نشر الفكر السلفي أو التكفيري؟ يعبرون عنه، يستحون يقولون فكر سلفي وهابي، لا، هو نفسه، وهابي سلفي تكفيري كل واحد. من اللي نشره في العالم؟ نفس الغرب نشره، لأنه هذا الفكر التكفيري كان منحصر في السعودية بس، وهابيين كانوا بالسعودية. وأنا شخصيا أتذكر في وقته بالسبعينات كنا في الكويت، ما كان أصلا سلفيين، ما أتذكر، واحد لحيته طويلة ودشداشته قصيرة مثلا وكذا، ما أتذكر أنا، ولا في بقية الأماكن، في الباكستان ما كان، في العراق خو أنتوا تتذكرون ما كان، في مكان آخر ما كان. من بداية الثمانينات قرر الغربيون إيجاد شقاق قوي بين المسلمين بأهدافهم، فرق تسد أو أي شيء آخر، فبدأوا بنشر هذا الفكر، الفلوس من السعودية، وأيضا بعض المدارس شكلوها مثل جامعة الإمام محمد بن سعود اللي هي مركز تفريخ الوهابية في العالم والفكر التكفيري، وأسسوا مئات وألوف المدارس في باكستان وفي هذه الدول، في دول الخليج وفي غيرها بأغطية مختلفة، شكلوا دور أيتام، جابوا الأيتام الصغار مثلا أخذوهم، ظاهر أنه عمل إنساني يقوم به مجموعة مثلا من المؤمنين من السعودية، بس في الباطن تربية جيل يحمل هذا الفكر. وإذا نفتح عنا نشوف هذا منتشر في كل مكان. الآن في الباكستان في زمان ضياء الحق 500,000 شخص درسوا في هذه المدارس وهابيين ويحملون الفكر الوهابي، بعدين نشروا طالبان وغيرها وإلى ما إلى ذلك. لماذا؟ لأن هؤلاء
يحملون فكر الخوارج. فكر الخوارج فكر قتل وعدم الفهم وعدم قبول الرأي الآخر وأمثال ذلك. فهذا يعطي صورة مغلوطة عن الإسلام. يعني اللي قاعد في مثلا البرازيل أو اللي قاعد في أمريكا واللي قاعد في إسبانيا واللي قاعد في روسيا يشوف عجيب ذول المسلمين، لأنه ذول بعنوان الإسلام يعملون هذه الأعمال. هذا بالنسبة إلى الأعداء الداخليين. والأعداء الخارجيين هم نفس الغربيين، لأنه عندهم فلوس، عندهم إعلام، عندهم سلطة، عندهم القوى العسكرية، عندهم مسيطرين على القرار في العالم، فيستعملون كافة الوسائل لمعارضة الإسلام بأساليب مختلفة. ولكن مع ذلك يعني أعداء داخليين، أعداء خارجيين، وعندهم كل الإمكانيات. الإسلام أسرع الأديان انتشارا في العالم الآن. يعني في نفس أمريكا الإسلام بسرعة ينتشر، في أوروبا كذلك. يعني تقاريرهم هي تقول هم جدا متخوفون أصلا من هذه الحالة. ليش؟ لأنه الشيء الصحيح هذا القانون الله جعله فيه، أنه بالنتيجة هذا راح يتغلب. صحيح يمكن بأعمالهم شوي يبطئون الحركة. أو بالنسبة إلى التشيع، إذا تلاحظون التاريخ اللي يعبرون عنه التاريخ الإسلامي تاريخ أسود جدا. والآن ما يجري في العراق الآن إذا نقيس بما جرى على الشيعة في التاريخ، هذا الشيء هون اللي الآن ده يجري في العراق. أكو في التاريخ أنه تدرون شمال سوريا حلب وما والاها هالمناطق من زمان الحمدانيين سيف الدولة وقبله وبعده كانوا شيعة، وكانت في فترة من الفترات الحوزة العلمية مركزها في حلب. الآن في كتبنا الفقهية عندما يذكرون آراء المدارس الفقهية المختلفة ويقولون وقال الحلبيون، مجموعة من يعني مركز الحوزة العلمية الشيعية كانت ابن زهر الحلبي، والآن قبورهم موجودة هناك. سلطان سليم العثماني عندما استولى على هذه المنطقة قبل حوالي أقل من 700 سنة أمر بإبادة الشيعة إبادة كاملة، فقتلوا في يوم واحد 400,000 واحد من الشيعة في يوم واحد. و400,000 واحد في حدود قبل 700 سنة يعني نفوس دولة أصلاً. العراق في زمان ثورة العشرين نفوسه كان 4 ملايين، وأحسب مثلا قبل 500 سنة يمكن نفوسه كان 1,000,000، لأن تصاعد هندسي موجود في يوم واحد 400,000. صلاح الدين الأيوبي اللي لازم يعبر عنه واحد خراب الدين الأيوبي، وهل قد هم معروف وكذا، لأنه كان ضد الشيعة وأباد الشيعة، لذا السنة هواي يضخمون بي وينفخون بي ومحرر القدس وكذا، كل كذب أصلا ما كل شيء. بل هو كان مانع من موانع طرد الصليبيين من فلسطين، يعني اتفق مع الصليبيين مقابل الحكومة العباسية بتفصيل. هذا قرقوش، سامعين باسم قرقوش هذا القاضي المعروف، هذا كان قاضي قضاة صلاح الدين الأيوبي، انت اعرف من هذا انه هو شنو كان. على كل حال بتفصيل المرحوم سيد محسن الأمين العاملي رحمة الله عليه إلى كتاب باسم صلاح الدين الأيوبي بين الفاطميين والعباسيين والصليبيين، في هذا الكتاب من كتب نفس السنة ومن كتب مؤرخ صلاح الدين الأيوبي المقريزي هناك يثبت أفعاله. زين، مصر كانت شيعية، طبعا شيعة إسماعيليين كانوا، القاهرة هم مؤسسيها، الأزهر هم مؤسسيها، فاستولى على مصر وعلى سوريا وقتل في مدة حكمه 1,000,000 شيعي، وقتل بتعذيب رهيب اللي بعض مؤرخين ذاكرين، مؤرخين اللي هم يوالون صلاح الدين، يعني ما نقول أنه أعداء اللي كاذبين عليه، لا، يقول أنه كان يأتي بالشيعي فيأمر بقتله. وكان شلون يقتله؟ كان يأمر بحلق رأسه بالموسى، يعني بالموس يحلقون رأسه، ثم يضعون على رأسه خنفساء، وبعد ذلك يخلون فدكلاوة بشكل خاص من حديد على الرأس، فهذه الخنفساء تتحرك على هذا الرأس. زين، لحظة لحظتين، دقيقة دقيقتين،
ما يأثر، بس هذا لما يستمر يسبب توتر في الأعصاب، وإذا استمر ساعات يسبب موت الإنسان. على كل حال التاريخ جدا أسود. في بغداد قبل كم يوم كنت أطالع كتاب تاريخ الطبري. تاريخ الطبري من الكتب المعتمدة عند السنة في التاريخ، وهم بشكل عام من الكتب المهمة في التاريخ. على كل حال يقول أنه في سنة 438 أو 48 من الهجرة، يعني قبل ما يقارب 1000 سنة، شوية أقل، يقول سور بغداد كان متهالك، فتقرر أنه يجددون بناء سور بغداد. على كل حال فقسم منه كان يعني يغلب عليه الشيعة وقسم يغلب عليه السنة، فتقرر أنه أصحاب كل محلة هم يبنون الطرف اللي يليهم من السور، فالشيعة في الطرف اللي هم كانوا موجودين به بنوا السور طرفهم، فعلى الباب اللي من طرفهم باب السور كتبوا هذه الرواية اللي السنة ناقليها عن الرسول، في كتب السنة موجودة الرواية محمد وعلي خير البشر. هاي رواية عن الرسول صلى الله عليه وآله، السنة في كتبهم هم ذاكريها. فذول الشيعة باعتبار أن هذا الحديث موجود في كتب السنة أيضا خلوه على السور، فهاج السنة هيجان، شلون يكتبون هذا الشيء؟ لعد أبو بكر وينه؟ عمر وينه؟ عثمان وينه؟ معاوية وينه؟ ما أدري شنو. الشيعة خافوا، عندما خافوا هاي الأحجار اللي كان منقوش عليها هذه الرواية شالوها بدلوها بأحجار أخرى، ما اكتفوا السنة. في اليوم هذا الطبري في تاريخه يقول في اليوم الثاني خرج السنة، جابوا فد جمل وركبوا عليه مرية سموها عائشة، وفد واحد سمى نفسه طلحة والثاني سمى نفسه زبير، وهجموا على منطقة الشيعة وقتلوا مجموعة من الشيعة، ثم عرجوا على الكاظمين عليهم السلام. راحوا هناك ومتولي المقام سد الباب، ذولا هددوا ما فات، فبدوا يحفرون حتى يسوون فد نفق يدخلون في المقام، فالمتولي شاف يعني راحوا يوصلون ففتح الباب لهم. فلما فتح الباب لهم اولا اجوا نهبوا الكاظمين، وثم احرقوا المقام، وسابقا البناء كله خشب فاحترق المكان كاملا كله تهدم. هذا الشيء اللي نشوفه في سامراء هسه، مو مال هذا كله تاريخهم هالشكل. فتهدم المكان كاملا ورجعوا. في اليوم الثاني فكروا قالوا لا هذا ما يفيد، احنا نروح ننبش قبر الكاظمين وننقلهما الى احمد بن حنبل. احمد بن حنبل الان صاير في وسط النهر، لان سابقا كان في حافة دجلة، بس يبدو شوية مجرى النهر متغير فصاير في وسط النهر. فرجعوا في اليوم الثاني حتى ينقلون الكاظمين عليهم السلام الى قبر احمد بن حنبل، يقولون ينتهي هذا الامر بعد ماكو شيء حتى الشيعة مرة ثانية يجون يبنوه. ولكن لمشيئة الله عز وجل وكل المكان تحول إلى خربة، ما شخصوا مكان القبر وين، حفروا منا أخطأوا وحفروا منك أخطأوا إلى أن صار بالليل وما وصلوا إلى ما كانوا يريدون. ورجعوا في اليوم الثالث أو الرابع بعد الخليفة العباسي جاب الجيش وكذا، شاف فتنة تصير داخلية وحل المشكلة. على كل حال المقصود أنه هذا التاريخ كان مستمر بالنسبة إلى قمع الشيعة وقتلهم وتهجيرهم وما إلى ذلك. أكو فتح حسينية في كشمير الهند، كشمير الهند هي كشمير منطقة واحدة كانت، بس صار تنازع بين الهند وباكستان تقسمت. فكشمير الهند يسكنها حوالي 17% من نفوسها من الشيعة. فواحد من علمائهم هو كان وزير، لأن الهند هي فدرالية فكل ولاية بها حكومة ووزراء غير الحكومة الأصلية اللي هي الحكومة الفدرالية. فواحد فتشيخ هو من العلماء كان وزير الإسكان في كشمير، يعني في حكومة الإقليم، كان جاي هنا. فكان ينقل يقول أن
في مدينتنا توجد أكبر حسينية في العالم، لأن الحسينية تستوعب 10,000 إنسان، هي الحسينية 10,000 واحد تستوعب. يقول هاي الحسينية لحد الآن 17 مرة حارقيها خلال 200 سنة الماضية. ويقول مرة من المرات في يوم تاسوعاء حرقوها 9,000 شيعي احترق فيها، 9,000 واحد في يوم واحد. طبعا هذا قبل استقلال الهند. الآن بعد استقلال الهند وثبوت الديمقراطية فيه وكذا، لا وضعهم الآن شوية أحسن من السابق، ولو يعانون من ذول اللي يسموهم المجاهدين. سامعين بالأخبار مجاهدين في كشمير؟ ما نفسهم ذول الوهابيين، نفسهم ماكو فرق، يعبرون عنهم مجاهدين. على كل حال، فالمقصود أنه مع هذه المجازر الذي جرت على التشيع، نرى أن التشيع دائما في انتشار، دائما. يعني الآن الشيعة أقل تقدير، ماكو إحصائيات دقيقة، بس أقل تقدير 400 مليون واحد في العالم، أقل تقدير، وبين ثلث المسلمين أو أكثر من ثلث المسلمين، مع أنه في زمان الأئمة عليهم الصلاة والسلام الشيعة ما كانوا يشكلون إلا 1 بالألف أصلا. هذا شنو؟ دليل على أن المنهج الصحيح، الله عز وجل هذا المنهج الصحيح، يعني حسب القانون اللي جعله في هذا الكون ما يخليه يزول، بل هذا دائما في تقدم، حتى إذا صارت نكسات، صارت مشاكل، لكن بالنتيجة راح يتقدم. إحنا يجي إحنا تكليف عندنا، لازم نعمل بتكليفنا. الله عز وجل راح ينصر هذا المذهب وهذا الدين، والنصر الكامل العام الشامل يكون في ظهور الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولكن هذا مو معنى أنه إحنا مو مكلفين، نحن يجب علينا أن نعمل بتكليفنا. أكو بعض الناس يتصور أنه الآن ظهور الإمام الحجة في هذه الأيام، طبعا إحنا نعمل ذلك، بس في الحديث يقول كذب الوقاتون، أنت ما لك حق أن توقت وقت، هذا الشيء لا يعلمه إلا الله عز وجل هذا الوقت. زين، إن شاء في الحديث أن الله يصلح أمر المهدي في ليلة، يمكن هالليلة تفتح عينك الصبح شوف الإمام الحجة ظاهر عجل الله تعالى فرجه الشريف، ويمكن هم الله عز وجل لمصالح بعد 100 سنة، 200 سنة، 500 سنة، 1000 سنة، 2000 سنة، ما ندري إحنا، لأنه الله عز وجل ما معين وقت. هذا لازم إحنا ندعو ويكون في أمل الظهور، ولكن في نفس الوقت لازم نعمل. إذا أني ما عملت وأقول أني منتظر للإمام الحجة، هذا استهزاء. إذا أني عندي ضيوف تيجوني الظهر، شنو علي تكليفي؟ أن أروح أهيئ لهم ضيافة لائقة، صين هيئت كل شيء، بعد ذلك أكو مجيئهم خارج عن اختياري وإرادتي، أنتظرهم، أقول أنتظر عندي ضيوف يجوني، بس شنو أنا مأدي ما علي. أما إذا أي شيء ما مسويه، لا طعام مهيئ ولا مكان مهيئ وكذا، أنا قاعد هالشكل أقول ده أنتظر، يقولوا لي أنت ده تستهزئ، هذا مو انتظار. الانتظار معناه أن تعمل فيما يمكنك وأن تنتظر فيما لا يمكنك. إحنا تكليفنا العمل، نعمل دائما، وفي أقصى الظروف وأشد الظروف لازم نعمل، ولا نتخلى عن تكاليفنا، لا نتخلى عنها. أنا لا أقول أن هذا تكليف العلماء، لا، لا أقول أن هذا تكليف الأحزاب السياسية، لا أقول هذا تكليف فلان أو تكليف فلتان، تكليف الجماعة الفلانية، لا. الرسول يقول صلى الله عليه وآله كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الراعي، راعي الأغنام، شايفين دائما ملتفت، خاصة إذا في مكان مثلا شوية فيها ذئاب أو أمثال ذلك، ملتفت دائما. إذا شاف لفت خروف مثلا طلع برا من القطيع، بسرعة يروح يرجع، يلتفت دائما هذا الراعي.
الرسول يقول كلكم راع، حكمك حكم الراعي، لا تقول أنا معلي، لا أنت حكمك حكم الراعي، لازم تكون ملتفت. وكلكم مسؤول، يوم القيامة تسأل أنت كان عندك جار، عندك كذا، عندك كذا، كنت تتمكن من فعل كذا، لماذا لم تفعل؟ مرة أنا أؤدي ما علي، فإذا سئلت أقول أديت ما علي، يقولون زين مقبول، ولكن إذا لم أؤدي ما علي وسئلت ما عندي عذر عند الله عز وجل. الآن ظرف العراق ظرف صعب، وأنتم تعايشون هذا الظرف، ونسأل الله عز وجل أن يسهل الأمور، لكن هذا مو معناه أنه إحنا لا نؤدي ما علينا. إذا ما أدينا ما علينا راحت المشاكل ترجع وأسوأ. الإمام الحسن عليه الصلاة والسلام بعد استشهاد أمير المؤمنين جمع الناس اللي كانوا في الكوفة وكان يحثهم على الجهاد، ما فات، قال لهم جاهدوا تورثوا أبناءكم عزة. إذا أنت جاهدت يمكن أنت تقتل في هذا الجهاد، يمكن تعوق، يمكن 50 مشكلة تصاب بها، لكن إذا جاهدت يمكن أنت في دنياك تصاب، ولكن تورثوا أبناءكم عزة. أنت إذا ما تهنيت بهذه الحياة في الدنيا ما تريد أبنائك تهنون أحفادك؟ بعدين عندما ما فاض وياهم قال لهم كأني بأبنائكم أذلاء على أبواب أبنائهم، وبالفعل نفس الشيء صار. ذول الجماعة زين، معاوية سيطر على العراق وعلى مقدرات العالم الإسلامي زين، وبعد فترة في زمان يزيد وعبد الملك وكذا، ذولاك أهل الشام صاروا الرئاسة والملك والفلوس والكذا كل شيء بيدهم، وأبناء ذولة عمود مثلا فد منصب شوية فلوس شوية كذا، يروح يوقف على باب بيت ذاك ذليلا، وذاك إما يستجيب له أو ما يستجيب له، مثل خسارة بالنسبة لنا بعد. الجماعة أخذوها حاصل فاصل زين، أنت عندك مثلا سجين، عندك قضية كذا، لازم تروح عنده باب فلان التكريتي وفلان الدوري ما أدري فلان كذا زين، إما يستجيب لك إما ما يستجيب لك زين، إما يذلك إما ما يذلك، تعطي فلوس زين يقول قليل لازم تزيدها، وبعدين إما يمشي شغلتك أو ما يمشي شغلتك. إحنا علينا أن لا نكرر هذا الأمر، وإذا كررناه هسه إحنا خاصة الكبار قضوها في كل المشاكل، صح لو لا؟ سأنتوا أعماركم كلها قضيتوها بهاي المشاكل، لكن لا أقل أبنائنا أحفادنا، فنؤدي ما علينا. أولا هذا تكليف شرعي، نبرئ ذمتنا أمام الله عز وجل، هذا أولا. الشيء الثاني حتى نورث أبنائنا حياة كريمة، وهسه طبعا عالم اليوم الحياة جدا متسارعة، يمكن إحنا هم نشوف والكبار هم يشوفون هذه الحياة الكريمة زين. شنو هو هذا التكليف؟ التكليف في عدة أمور، طبعا هي أمور كثيرة بس إحنا نختصرها في بعض الأمور. الأمر الأول، النظام السابق الذي الله عز وجل انتقم منه ومن أعوانه، لأن الله يقول إنا من المجرمين منتقمون، والحمد لله رب العالمين. هاي إذا إرادة ربانية كانت، وإلا إذا الله ما كان يريد كان هذا صدام كان واحد يجيبه بالسجن مكلبش، بس خلش ما عن تريات يستعملها في محاكمته. إنا من المجرمين منتقمون، الله عز وجل انتقم منهم ودا ينتقم منهم، ومبقيهم بعضهم أحياء حتى يشوفون الذل في الدنيا قبل الآخرة. فالنظام السابق، الأمر الأول، غلق روافد الثقافة الدينية والثقافة الزمنية على الشعب. 30 سنة لا كتاب لا جريدة لا إذاعة لا كذا، وهذه الحالة سببت أنه الثقافة الدينية وكذلك الثقافة الزمنية تكون ضعيفة، وهذا شيء طبيعي. إذا واحد ما راح للمدرسة زين ثقافته تكون ضعيفة، إذا واحد ما طالع ما سمع ما شاف تكون ضعيفة. والثقافة صحيح الآن الأبواب مفتوحة، بس الثقافة مثل العلم، دفعة وفجأة ما تحصل، تحتاج لها زمان بالتدريج يصير.
فإحنا المطلب الأول واجب علينا أن ننشر الثقافة الدينية، المسائل الشرعية وغيرها والثقافة الزمنية، حتى الإنسان يفتهم شنو ده يصير. لأن الإمام الصادق يقول: العارف بزمانه لا تهجم عليه اللوابس. اللوابس يعني الباطل الذي يلبس ثوب الحق. فالآن لازم يصير تركيز على نشر الثقافة الدينية، مسائل الصلاة، الصوم، الخمس، الزكاة، الحج، مسائل البيع والشراء، ليكون ربا مثلا، ليكون معاملة باطلة، ليكون أكل مال الناس بالباطل، حقوق النساء، حقوق الرجال، حقوق الزوجة، الواجبات في مسائل الاجتماعية، واجبات الوالد تجاه أبنائه، واجبات الأبناء تجاه أبائهم، مسائل الإرث وغيرها من المسائل. يكون الإنسان مثقف بالثقافة الدينية، هذا أولا. الشيء الثاني مثقف بالثقافة الزمنية حتى هاي تنتشر، لأن الإنسان حتى إذا كان خوش آدمي إذا ما يعرف الثقافة الزمنية زين يخدع. إذا فد واحد إنسان مؤمن متدين بس ما يعرف مسائل السوق، دخل بالسوق بحسن نية فطير مثلا حسب تعبيرنا، اليوم الثاني يشوف كل أمواله راحت، لأنه التدين شيء ومعرفة المعاملة شيء آخر، والتدين شيء ومعرفة السياسة حتى واحد لا ينخدع شيء آخر. فبناء على ذلك الثقافة الزمنية حتى لا نخدع مرة ثانية. في ثورة 20 عندما صارت بسبب من الأسباب نفس الشيعة راحوا جابوا حاكم سني بعنوان سيد من رسول الله، يعني إذا الشيعة ما كانوا يوافقون ما كان يصير، هم جابوا بعنوان سيد وخلي يكون سيد. بس السيد شيعي ماكو، ما شاء الله مثلوس العراق صادم من الشيعة. على كل حال، ومن اليوم الأول بدأ الحكم الطائفي، سفروا علماء الشيعة، استمر إلى يومك هذا. يعني هاي الأمور اللي الآن بنشوفها أيضا هي مخلفات وآثار الطائفية اللي كانت موجودة ولا زالت موجودة، ونحن نعاني لزوال آثار الطائفية. فهذا الأمر الأول، أنه نشر الثقافة الدينية والثقافة الزمنية، هذا الشيء الأول. الشيء الثاني وهذا شيء مهم جدا، وهو أنه إحنا قوتنا في وحدتنا، والتفرقة هي سبب الفشل. الله عز وجل يقول: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، يعني ما يوجهكم يروح، مو فقط تفشل، ما توصل إلى ما تريد، ما تريد، ما يوجهك هم يروح. وهذا الشيء أيضا من الأمور المخطورة. لحد الآن ما توفقوا في هذا الأمر، لكن هذا واحد كان نائب وزير الدفاع الأمريكي معروف، بول وولفوفيتس، الآن رايح في البنك العالمي ما أدري شنو. هذا هو من مهندسي الحرب على العراق. هذا في أيام الحرب صرح تصريح الصحف الأمريكية في وقت نقلته بعظمة لسانه حسب تعبيرنا، قال أنه يجب أن نستعير من البريطانيين سياستهم القديمة فرق تسد، ولا يمكن السيطرة على العراق إلا بتفريق الشيعة. هذا نص كلامه، ومحاولات مستميتة كانت ولا زالت. فإحنا قوتنا في وحدتنا. يمكن واحد عنده اختلاف في التقليد، اختلاف في الانتماء السياسي، اختلاف في مختلف أنواع الأمور، لكن هذه الأمور يجب تجاوزها وعدم التوقف عندها وعدم جعلها نقاط احنا نتقاتل عليها. ليش؟ لأنه إذا هذا صار كل شيء راح ينتهي وراح يرجع ما كان، يمكن ما أسوأ. فقوتنا في وحدتنا، ويجب علينا أن نتمسك بهذه الوحدة زين دائما. الخلافات الجانبية واحد لازم يتجاوزها، وهذه الخلافات الجانبية هي خلافات في أمور هامشية. أقصى حد أنه الطرف المقابل جاهل سبني، واحد يعفو عنه. ليش يقول لا هو سبني أو أهاني، أنا هم لازم أسبه وأهينه؟ لا، والأمير المؤمنين يقول: سب بسب أو عفو عن ذنب، ونحن بالثاني أولى. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة، ينبغي علينا أن نقوي أنفسنا، لأن العالم اليوم عالم الغابة،
القدرة والسيطرة للقوي الحق وكذا. ماكو قانون الغابة هنا. أنا من أمريكا أنت أخذ إلى أصغر دولة، قوي نفسك حتى أحترمك، أنت ضعيف تأكل، أنت قوي يحترموك. يقول فت واحد شاف فديج ذابحي وشاوي أو فدجاجة، قال استضعفوك فذبحوك وأكلوك، هلا ذبحوا البازي يعني في نوع من أنواع الصقور، أو فلماذا لم يقتلوا شبل الأسد. هذا هم فيه. فالإنسان إذا كان ضعيف حق ويا حق مو ويا ما يفيد في عالم اليوم، لازم يكون قوي. يكون قوي مو أنه إحنا نريد نظلم الآخرين، لا، لا نريد أن نظلم الآخرين، ولكن لا نريد أن نظلم. الله عز وجل في القرآن يقول لا تظلمون ولا تظلمون. نحن لا نريد أن نظلم السنة أو غير السنة، لا، حقوقهم محفوظة، ولكن في نفس الوقت لا نريد أن نظلم أو أن تبتز حقوقنا، لا نريد هذا الشيء. وهذا متوقف على أن تقوي نفسك. إذا أنت قوي يحترموك، إذا أنت مو قوي يستضعفوك. طبعا في نفس الوقت الإنسان لازم يكون منضبط بضوابط الشرع. إحنا علينا شنو؟ علينا أن نقوي أنفسنا، مو أنه يقول مثل ذاك فد واحد في زمان المغول، أجى فد مغولي شاف مجموعة من المسلمين موجودين، جمعهم في مكان، جرف الدائرة حولهم، قال ما لكم حق تطلعون من هاي الدائرة، أنا أروح أجيب السيف حتى أقتلكم. زين، راحوا بعد نص ساعة أجى شافهم كلهم واقفين من الخوف، وشردوا السجار فد دائرة أطرافكم. زين، لن نكون هكذا. مو معنى أنه قوترا نقتل السنة، هذا لا يجوز، الله عز وجل لا يجوز لنا. إذا هم تريد تأخذ بالثار مو قوترا، إذا قتل ابنك أنا أروح أقتل ابنه، لأنه الله عز وجل لا يحب الاعتداء. ولكن إذا قتل ابني القاتل يقتص منه، مو أنه شعيف هدد. يعني دائما إحنا لازم لا نتعدى هذه الأطر الشرعية. الخوارج خرجوا على الإمام، خربوا النصر في صفين. في يوم صفين ابن أبي الحديد المعتزلي يقول أنه جيش الإمام وصل إلى قرب خيمة معاوية، بحيث أن معاوية ركب على فرسه لينهزم إلى هذا الحد، حتى وضع رجله في الركاب حتى يشرد. في هالأثناء سمع همهمة وصوت، قال شنو؟ قال صار خلاف في جيش العراق، قال خلنا ننتظر نشوف شنو القضية. يعني هي دقائق بس. الخوارج خربوا النصر في يوم صفين، وبعدين أثاروا فتنة داخلية، بس الإمام ما سوى لهم شيء. زين، بالمسجد كانوا يسبون الإمام، يشتمون الإمام كذا، ما كان يدير لهم بال، وما كان يخلي أصحابه أن يفعلوا شيئا. فهم اجتمعوا، ومر واحد عبد الله بن الخباب بن الأرات تميمي، هذا أي هو كان من أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله. زوجته كانت حامل فبقروا بطنها وقتلوه هو، لأنه ما تبرأ من أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. وفي هالأثناء واحد منهم شاف تمرة واقعة خلاها بحلقك، قال له ما يجوز، هذا ملك الناس، شلون تخلي تمرة بحلقك؟ فلفظها يعني ذبها. زين، وفي نفس الوقت قتلوا هذا وبقروا بطن زوجته، قتلوها هو هي والجنين. عندما هذه القضية صارت الإمام خرج إليهم وقال لهم أنه هم 12,000 واحد كانوا، طبعا استتابهم عبد الله بن عباس راح تكلموا إياهم كذا، 8,000 واحد منهم تابوا ورجعوا، بقوا 4,000 واحد. على كل حال فقال لهم منو القاتل؟ سلموا، أنتم بقيتكم روحوا. كلهم قالوا نحن الذين قتلناهم، الأب والأم والجنين. زين، أقروا، قال بإقراركم بالقتل دماءكم كلها صارت حلال علينا. فلما بدأوا بالقتال قتلوهم عن بكرة أبيهم. المقصود أنه إحنا لازم نكون ملتزمين بضوابط الشرع. قوتر نقتل واحد سني كذا، هذا ما يجوز. لكن ضمن الضوابط المشروعة، القاتل أو الذي هو إرهابي يريد القتل، لأن الدفاع واجب، والذي يريد قتلك يجوز لك أن تقتله إذا ثبت ذلك، يحتاج إلى ثبوت. إذا ضمن هالأمور صارت، يعني إحنا شوي نتصور أنه في الفترة السابقة صار سوء فهم لفهم
فتاوى المراجع اللي قالوا أنه لا تدخلون في قتل أو قتال أو كذا، هذا مو معنى أنه لا تدافع عن نفسك، معنى أنه لا تعتدي على الآخرين. أما دافع عن نفسك، دافع عن نفسك. وفي نفس الوقت مثل ما لبعض الأخوة إحنا اليوم الصبح ذكرنا، نحن نطمع في أن نفس ذول السنة أو أبنائهم يصيرون شيعة، مثل ما كثير من الشيعة الآن آبائهم أجدادهم كانوا من السنة. كثير إحنا وكثير من أصدقائنا يعني الآن في كربلاء أنا أعرف مجموعة من الناس أبوه أو جده كان سني، لأن النظام زمان الملكين جابوهم لكربلاء حتى شوي يغيرون الديمغرافية زين، فأبنائهم شيعوا بالمواكب وبالمجالس وكذا. فعدنا طمع في هؤلاء أو في أبنائهم أو في أحفادهم. وهذا الأمر إذا أنت ما كنت ملتزم بضوابط الشرع وقوت رقاتل منهم وكذا يصير صعب، أما إذا كنت ملتزم بضوابط الشرع، هو هم يدري أنه إذا أنت قتلت واحد منه لأنه كان قاتلا أو لأنه كان يريد أن يقتلك، فهذا يساعد نفسيا على تقبلهم لما حدث. أما إذا قوتر كان نفسيا يكون الإنسان عنده حاجز نفسي يصير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بين السطور لطائف النفحات تزكي النفوس بأعبق البركات، تحيا العقول إذا أنار طريقها